عقدت هيئة البحرين للثقافة والآثار مؤتمرا صحفيا بمناسبة إعلان موقع تلال مدافن دلمون على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو مطلع الشهر الجاري، خلال اجتماع لجنة التراث العالمي 43 في العاصمة الأثرية باكو، بحضور معالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. وبهذه المناسبة أكدت معالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة أن البحرين تحتفي بثالث موقع بحريني على قائمة التراث الإنساني العالمي، موضحة أن صناعة السياحة الثقافية تقوم على توفير تجربة ثقافية رائدة ومتميزة للزوار عبر الاستثمار في المقومات الحضارية والتاريخية. وأشارت معالي الشيخ أمي إلى أن موقع تلال مدافن دلمون سيساهم برفقة موقعي قلعة البحرين وطريق اللؤلؤ في تعزيز البنية التحتية للسياحة الثقافية في المملكة. كما أكدت أن هيئة البحرين للثقافة والآثار تعمل حاليا على إعداد أكثر من ملف يحكي فرادة مواقع البحرين، ويمكنها أن تندرج ضمن لائحة التراث الإنساني العالمي لليونسكو. من جانبه قال الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مدير إدارة المتاحف والآثار بهيئة الثقافة إن مراحل تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي امتدت لحوالي 10 سنوات، موضحا أن حكومة البحرين دعمت العمل على ملف التسجيل، فيما تعاونت المؤسسات والهيئات الحكومية وأهالي المناطق المحيطة بتلال المدافن الدلمونية مع هيئة الثقافة لتحقيق هذا المنجز. تسجيل الموقع الثالث في قائمة التراث الإنساني العالمي بعد قلعة البحرين وبعد طريق اللؤلؤ يكرس البحرين، مملكة البحرين، كأصغر رقعة جغرافية تزخر بمواقع تراث إنساني عالمي. كلنا نعلم أن هذه المواقع هي مضمون أي بلد، هي هويته، وهي التي تجذب سياحة ثقافية نوعية. دائما نسعى للترويج لهذه المملكة عبر ما تملكه من مقومات حضارية أصبحت شواهدها واضحة للعيان، والكل يشيد بما قدمته البحرين سواء في اجتماع لجنة التراث في العام الماضي أو في حضورها هذا العام في أذربيجان وتسجيلها الموقع الثالث. كلنا نعلم أن هذا ما كان ليتحقق لولا الدعم المتواصل من جلالة الملك المفدى ومن القيادة الرشيدة لهذا الدور الذي تقوم به مملكة البحرين ويحظى بهذا الحضور العالمي. تم عقد المؤتمر الصحفي اليوم في قاعة المدافن بمتحف البحرين الوطني بناء على استراتيجية الهيئة بالتواصل المستمر مع الإعلاميين والمجتمع بما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بالتراث الثقافي في البحرين. ومنذ إدراج موقع تلال المدافن دلمون على قائمة التراث العالمي ارتأينا ضرورة إيضاح هذه المسألة للجمهور الكريم من خلال الجهود الذي بذلت الهيئة في إعداد ملف الترشيح، بالإضافة إلى المعايير والشروط التي اتبعتها لجنة التراث العالمي في إدراج هذا الموقع. ولعل هذا الإدراج العالمي أتى إدراكا بأن هذا الموقع يشكل قيمة عالمية استثنائية على مستوى العالم، يعطي كذلك دلالة على التنوع الثقافي الموجود في البحرين. تلال المدافن الدلمونية تاريخ وعراقة لفتت أنظار العالم إليها بما تتميز به من قصص تجسد لنا واقع المجتمع الدلموني في ذلك الوقت وطريقة تعاطيهم مع فكرة الحياة الأخرى عند دفن الموتى. فكل ما تتمتع به من تحف ومجسمات أتاحت لها الفرصة لتأخذ لها موقعا على قائمة التراث الإنساني العالمي. هذه الآثار الهامة جدا تدل على أهمية جزء البحرين وملكة البحرين ومنذ القدم، وأهميتها كمفصل ما بين الحضارات المختلفة ما بين آسيا وأفريقيا والجزيرة العربية والمناطق الأخرى المحيطة بها، والتي كانت الشعوب تقصدها ليس فقط لتعيش فيها ولكن أيضا إذا ماتت تدفن فيها. وهذه شيء يعني هام جدا ويعطي فكرة جيدة جدا وواضحة عن أهمية موقع البحرين وأهمية جزيرة البحرين في ذلك الوقت، والآن كمملكة أنها حافظت عليها وقامت بإعداد دراسة متكاملة تفصيلية دقيقة جدا تم الموافقة عليها بدون أي مشاكل. قاعة المدافن هي نموذج يوفر تجربة متميزة لزوارها لما تحتويه من إرث حضاري يستعرض محتويات تلك المقابر بأسلوب مبتكر. الزائر يأتي إلى المتحف ليجد جزء هام جدا
ومفصل وبطريقة معروض بطريقة جيدة جدا من ناحية الإضاءة، من ناحية اختيار المواقع، اختيار التفاصيل، الصور، الخرائط، وكذلك التفسير الموجود باللغات العربية والإنجليزية لهذا الموقع وتاريخه وتطوره ويعني كيفية المحافظة عليه. فهو يعطي نبذة عن تاريخ البحرين الطويل في ما بين الحضارات المختلفة، وكيف حافظت مملكة البحرين وهيئة الثقافة على المواقع التراثية. وهذا ثالث يعني موقع يسجل لمملكة البحرين على لائحة التراث العالمي، وهذا إنجاز غير قليل، لأنه بالنسبة لحجم المملكة وغزارة التراث الذي يعني تتمتع به كان هام جدا. تقف تلال المدافن كشاهد على ازدهار حضارة دلمون في وقت مبكر في الألفية الثانية قبل الميلاد، حيث اكتسبت البحرين أهمية اقتصادية على المستوى الدولي في ذلك الوقت. في قاعة المدافن بمتحف البحرين الوطني تجسيد وتأريخ لحقبة زمنية فريدة أخذت لها مكانة متميزة على مستوى العالم من خلال مقتنيات نادرة وتقنيات متطورة لتكون بمثابة بوابة الولوج إلى مدافن دلمون العريقة. خولة الجرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.